بعث رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار في 25 من يناير الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وحماية لترابه ضد المحتل. أضاف رئيس مجلس النواب أنه إذا كانت القوات المسلحة هي درع الوطن المحررة للأرض الحامية للعرض، فإن رجال الشرطة الوطنية قد أثبتوا أنهم سياج الأمن والأمان لكل مواطن على أرض مصر. كما تقدم رئيس مجلس النواب للرئيس السيسي بخالص التهنئة القلبية باحتفال مصر في اليوم ذاته بذكرى ثورة 25 من يناير التي قادها شباب أطهار وصححت مسيرتها الجماهير الغفيرة التي خرجت في 30 من يونيو وحماها جيش الشعب وشرطته الوطنية. كما بعث المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى وزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة عيد الشرطة، وأشار إلى أن هذه المناسبة الوطنية نتذكر فيها شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار والذين خرجوا من نبت أرض مصر الطيبة فدفعوا بأرواحهم الذكية دفاعا عن تراب الوطن المقدس ضد الاحتلال. وأضاف أن عطاء رجال الشرطة يتواصل من خلال حماية وتأمين الوطن ضد من يريدون النيل من استقراره وأمنه.